اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا دائما في هذه الجولات الليليه بمدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا هذه الاجواء الضبابيه في الدار البيضاء اللي صراحه ما كتبين والو. كنتمنوا كاع اللي في الطريق يرد البال، لان صراحه يعني الرؤيه شبه منعدمه. دونك كنتمنوا من الناس تاخذ الحيطه والحذر ديالها في الاجواء الغريبه كيف ما كتشوفوا. والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الحياه للطبيعه ديالها ان شاء الله اللي كنتمناوها دائما. ونتمناو دائما من المواطنين انهم دائما الالتزام وياخذوا الحيطه والحذر بالنسبه لارتداء الكمامات ديالهم والمعقمات ديالهم والمسافه ديال التباعد. كما كتشوفوا معنا احنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء في وسط هذه الاجواء الغريبه، ونتمناكم انكم تشاركونا التعاليق ديالكم مشاهدينا الكرام باش نحاولوا نشوفوا كيفاش جاكم الجو في كازا في الجو الاجواء الضبابيه. السلام عليكم الاخت كريمه. وعليكم السلام. شهرزاد، هادشي في كازا، في كازا بلانكار شي شهرزاد. سيمون، ما وقع والو اخي، حنا في جوله ليليه اللي دائما كنقربوا المواطنين في الاوضاع في ديال الحظر التجوال كيشوفوا معنا الاجواء في كازا. تاخشوا دابا كيف ما كتشوف معنا اجواء شويه ضبابيه. كنتمنوا ان شاء الله من ربي ينزل علينا الرحمه ديالو ان شاء الله ويرفع علينا هذا الوباء باش ترجع الحياه للطبيعه ديالها اخي سيمون. شكرا اخي مصطفى وتحيه كبيره لك. تحيه كذلك، تحيه متبادله اخي مصطفى. سبحان الله الاخي الاخت كريمه كيف ما شفتي معنا احنا في اجواء غريبه، اجواء ضبابيه في الدار البيضاء. اللهم امين اخي وليد كيقول لنا يا ربي السلامه. شكرا الاخت ايمان. اخت وهيبه كتقول لنا السلام. سبحان الله اجواء صراحه جميله كوميم، اجواء ضبابيه. غا هي الانسان بالنسبه اللي بالنسبه للناس اللي كيسوقوا الحافلات، الناس اللي كيديو السلعه اللي خدامين بالليل، يعني الشوافريه، يعني يردوا الحيطه والحذر من هذه الاجواء اللي ما يعني كتنعدم فيها الرؤيه، يردوا البال ويمشوا بشويه عليهم. وان شاء الله الله يوصل كل واحد على خير والله يسهل على كل واحد يا ربي. خالد كيقول لنا الجو حزين. امال حياة، سلام سلام خشي امال. الاخ عبد الغني كيقول لنا سبحان الله. اخ فطومه سبحان الله رب العرش العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام الاخ بوجمعه، تحيه كبيره ليك. افتتاح اول مركز من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام الاخت فاتشي فاتشي. وعليكم السلام، تحيه كبيره ليك. مصطفى كيقول لنا السلام. السلام عليكم اخي مصطفى. خيفي كشامة، وعليكم السلام اخي خيفي. الاخ نور كيقول اللهم سقينا الغيت. اللهم امين اخي نور. احنا الان كنتواجدوا في الدار البيضاء اخي رضا، انت اللي سولتينا اين بلاصه. شكرا الاخت كريمه على لايك تيك. فاتين فتونا، السلام عليكم. السلام اختي فتونا، شكرا. حسيبه نعم الاخ ابو جمعه كيقول لنا شو خويا وسعيد نصيري. وسعيد نصيري ممثل، الله يشافيك كورونا. بالنسبه للممثل المسكين اللي خرج، كان خرج واحد التدوينه، خرج واحد التدوينه اللي صرح انه
يعني 25 يوم هو يعني مريض مسكين في المستشفى هو والعائلة ديالو، يعني في عليه أعراض خطيرة ديال كورونا. من هذا المنبر كنتمنوا ليه الشفاء العاجل هو والعائلة ديالو والجميع مرضى المسلمين إن شاء الله. لذلك دائما مواطنين مشاهدينا الكرام، دائما كنوصيكم أنكم ترتادوا القيمات ديالكم واش حافظوا على مسافه التباعد، لان كيف ما كتشوفوا يعني الاوضاع خطيره، كيف ما كيعرف الكل ان الممثل معروف مسكين والحاله ديالو مزريه، يعني ماشي اي واحد غتجي الكورونا يعني غيخرج منا سالم، يعني كاينين الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه لا تقدر تاثر عليه. دونك لذلك حتى شي واحد ما كيعرف راسه وشنو المناعه اللي عنده. دونك دائما خذوا الحيطه والحذر مشاهدينا الكرام، ودائما نحاولوا اننا نلتزموا بالتدابير الوقائيه بما ربي دار تاويل ديال الخير ان شاء الله، وتمت عمليه اللقاح بنجاح ان شاء الله باش نحاولوا اننا نرجعوا لحياه الطبيعه ديالنا. سلام الاخت رشيد، تحيه كبيره ليك. اللهم امين، دائما نطلبوا ربي يرحمنا. كذلك اخي نور، دائما كنطلبوا الرحمه من الله عز وجل بانه يرحمنا ويرحم جميع المسلمين ان شاء الله. الاخت الاخ عفوا الاصيل عمران كيقول لنا بني من البرد قاصح. هذه الوقيته اخي اصيل، هذه الوقيته ديال البرد دابا غيتقلب يعني الجو، غنوليو نشوفوا الاجواء ديال يعني الاجواء ديال الشتاء، الاجواء ديال البرد. دونك دائما هنا في هذه الاجواء ما نساوش ان المناعه كتقلال شويه سيرتو بالنسبه للناس الكبار. دونك دائما ناخذوا الحيطه والحذر ديالنا باش ان شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا. كيف ما كتشوفوا معنا هذه الاجواء في الدار البيضاء، يعني ما كيبان لك حتى شي واحد اللي قدامك، يعني بالنسبه للناس اللي كيشدوا الطريق الطويله، يعني صحاب الشاحنات ديال البضائع يعني اللي كيمشيو من مدينه لمدينه، دائما كنبغيو نوصيهم انهم ياخذوا الحيطه والحذر سيرتو في مثل هذه الاجواء هذا اللي كتنعدم فيهم الرؤيه. والله يا ربي يدير السلامه والله يدير اللي فيها الخير. تحية كذلك لك أخي أمير من كندا، وتحية الناس ديال الجالية المغربية. وبطبيعة الحال أكيد أن المغرب هو توحشكم وتوحش الأهل ديالو، وإن شاء الله ربي يرفع هذا الوباء باش ترجعوا لبلادكم إن شاء الله سالمين غانمين. الأخت فاشين كتقول لنا الجو جميل سعداتكم، هو جو جميل الأخي الأخت فاشين، ولكن في نفس الوقت أنه خطير بالنسبة للناس اللي يعني كيسوقوا، يعني الناس بالنسبة للسائقين يعني خطر عليهم الجو، الجو عنده واحد المتعه ديالو، ولكن او ميم طون الجو خاص بنادم ياخذ الحيطه والحذر ديالو. شكرا. حنا دائما في جولات اخي ميد الشنوني، خليك معنا باش تعرف فين غاديين. بالفعل بالفعل الاخت زاهره، يعني هادشي راه كيرجع للبوليسيون اللي كتكون في الصباح والسيركيلاسيون، كيف ما كتشوفوا الاجواء اللي كتكون بها، يعني ولا اكتداد ولا واحد الاكتداد يعني هائل. شكرا الاخت الاخت امال، تحيه كبيره لك كذلك. شكرا خويا ميلود. النشاط خويا كي خويا مولا كيقولنا واش كاين شي نشاط في كازا، النشاط هو انك تلتزم في البيت ديالك اخي، وتحاول دير الكمامه ديالك، وتحاول انك تحافظ على مسافه التباعد باش توقي نفسك وتوقي الناس اللي عزاز عليك، ونتمنوا من كل شيء بحال هكا. هذا هو النشاط الكبير عندنا، هو نهار ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا وترجع الحياه للطبيعه ديالها. اللهم امين. شكرا الاخت فاتين، شكرا، تحيه كبيره لك. الاخت فاطمه كتقول لنا الله يرحمنا برحمته الواسعه، اللهم امين. الاخت فاطمه الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين.
وعليكم السلام الاخت ناديه. سلام الاخت فاتي تحيه كبيره ليك. الاخ الياس كيقول لنا الله يشافينا ويشافي جميع امراض المسلمين، اللهم امين. اخي الياس دائما كندعوا بشفاء الجميع الناس المسلمين، وما نساوش اننا نترحموا على الاموات ديال المسلمين، الله يرحمهم والله يجعلهم من اهل الجنه. وبالنسبه للناس الامراض الله يشافيهم اجمعين، وبالنسبه للناس الصحاح الله يهديهم. بعض المواطنين اللي كنهضر على انهم يلتزموا بالتدابير ديالهم باش ربي يرفع علينا هذا الوباء ونحاولوا نقلصوا من الارتفاع اليومي اللي ولينا كنلاحظوه، يعني ب 4000 بال 5000 يوميا. دونك هادشي خطير علينا، ما عندناش الطاقه الاستيعابيه ديالو لا من ناحيه يعني البنيه التحتيه ديال البلاد ديالنا. دونك كنلقاو مشاكل كبار، دونك خاص يعني خاص الشعب يدير حتى هو ايد في ايد ويحاول باش انه يكون هذاك الالتزام صارم شويه باش اننا نفوشوا هذه الموجه هذه اللي هي خطيره. ونتمنى ان شاء الله السلم والسلام. هذا الشيء اللي كاين. اللهم امين الاخت امال. اخ منير جاوبتك اخي منير، ناش حنا فرق ما بين حتى شي واحد اخي منير، اي واحد قال شي العباره كنجاوبوا عليها. دبابية اخي ميدو، اجواء دبابية ماشي عادية اخي. تحية ليك أخي طيبي، تحية كبيرة ليك. شكرا الأخت ناعمة. خويا واش لا الأخت حنان ما كتصبش، كاينة فقط الضبابة، كاين واحد شوية البرد. الله ينزل علينا الرحمة، هادشي اللي كنتمناو. تحيه ليك الاخت زهره، وتحيه للناس ديال الحسيمه كاملين، الناس ديال الشمال كاملين، والناس ديال الجنوب، ومن طبيعه الحال الناس ديال الشرق والمغاربه كاملين. كذلك اخ خضروف، احنا دائما مع الحق. نعم الاخت وداد الجو زوين لكن شويه خطر عليها بالنسبه للناس اللي كيسوقوا، يعني خاصهم ياخذوا الحيطه والحذر. سبحان الله الاخ رضوان كيقول لنا سبحان الله، الله يشافي جميع المسلمين، اللهم امين. الام طه، الأم محمد طريق السلامة، شكرا الأم طه وتحية كبيرة ليك. العشير مينا تحية من باغي، وتحية ليك من الدار البيضاء، وتحية للناس ديال باغي كاملين، تحية كبيرة ليكم كاملين. هذاك الشيء اللي كاين غادي نمشيو. كنشكروك كنشكروك وتحية كبيرة ليك، وكنطلبوا من جميع الناس اللي سائقين في هذه الجوادة أنهم ياخذوا الحيطة والحذر ديالهم، لان الطريق شويه ما كتشاطحش فيها يعني الرؤيه. دونك الله يدير، الله ينزل الرحمه من عنده. اللهم امين اخي امير، لا لا يخطيك، شكرا تحيه. اللهم امين الاخت فاطمه الزهراء لنا ولجميع المسلمين. الام ادم سبحان الله العظيم، واتوب اليه. اللهم امين. ربي السلامة، ربي السلامة، الله يحفظنا من كل سوء اخي كريم.
امين، اللهم امين. تحيه ليك الاخت ميناء، وتحيه للناس ديال المانيا. بالفعل البرد هو اللي كيكون في اوروبا، كيكون البرد قارس ديال بصح. اللهم امين، اللهم امين. سلام خويا رشيد، تحيه كبيره ليك. والله الا غادي بشويه اخي مستور، الله يوفقك كذلك. شكرا، الله يخطيك. اللهم امين. الاخت زينه ناديه، الله يبعد علينا هذا الوباء. صباح الخير عليكم الاخت امينه، اين بلاصه انت يا اختي الاخت امينه؟ الله يلطف بنا بما جرت به الاقدار ويرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. اللهم امين. الاخت نعيمه سعيد، اللهم ارحمنا. شكرا سعيد، اللهم امين. الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. ويا اخي ابراهيم دابا بشويه كشيف في الدار البيضاء اليوم، لذلك بغينا نعيشكم معنا هذه الجوله باش تعيشوا معنا شويه الاجواء الضبابيه. وبهذا مشاهدينا الكرام غنهيو هذا البث في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. ودائما ما تنساوش التدابير الوقائيه ديالكم اللي هي الكمامات والمعقمات ومسافه التباعد. والله ينجينا وينجي جميع المسلمين. وتحيه كبيره لكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء. تبارك الله عليكم.